تغذية فصل الصيف وأسرار التخلص من الجفاف والإرهاق والحر. هل تعاني من الجفاف والإرهاق في فصل الصيف وزيادة الوزن ومشاكل الجفاف؟ في هذا المقطع سنقدم لك خطة لمواجهة الصيف ومزيد من النصائح والاحتياطات حتى لا تقع ضحية العطش. الطريقة الوحيدة للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة هي اتباع نظام غذائي يلبي احتياجاتك خلال موسم الحر. لذلك إذا كنت تريد أن تتعرف على هذه الطريقة اتبع النصائح المذكورة. نصائح لاجتياز فصل الصيف. أولاً، زيادة كمية الماء. قد تنجذب دائماً لإعلانات المشروبات الغازية التي توجد في التلفاز، ولكن حاول بقدر الإمكان عدم الإكثار من المشروبات الغازية لأنها تعمل على جفاف الحلق. والخيار الصحي هو تناول المياه بكثرة لغاية الحفاظ على الجسم رطب، وذلك لأن مياه الشرب تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم ومنعه من الجفاف خصوصا في فصل الصيف، لأن الجسم عرضة للتعرق وطرح الأملاح. لذلك من الضروري زيادة كمية الماء التي تتناولها يوميا. ثانيا، تجنب شرب الكافيين. تجنب المنتجات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية بالإضافة إلى المواد الحافظة والسكر الزائد الذي يضر صحة الجسم، كما أن المشروبات الغازية لها أثار حمض الفوسفوريك والذي يضر بطانة الجهاز الهضمي والتأثير على وظائفه. ثالثاً، الامتناع عن تناول المشروبات المثلجة. بالرغم من أن الرغبة في تناول المشروبات المثلجة تزداد في فصل الصيف، فهي بالضرورة لا تساعدك في تبريد الجسم، وذلك لأن تناول شيء بارد عندما يكون الجسم ساخن قد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية. رابعاً، الحد من الأنشطة البدنية. تعد السباحة واحدة من أكثر التمارين الرياضية متعة في فصل الصيف، ومع ذلك كثرة ممارسة التمارين الرياضية في فصل الصيف يعمل على زيادة درجة حرارة الجسم ويتداخل ذلك مع آلية تبريد الجسم. لذلك يجب ممارسة التمارين الرياضية في الساعات الباردة من اليوم في الصيف. خامساً، تناول الأطعمة الخفيفة، وذلك لأن الأطعمة الدسمة تعتبر السبب الرئيسي المؤدي إلى البدانة، وهي أيضاً وراء ارتفاع ضغط الدم، كما تعمل الأطعمة الدسمة على زيادة درجة حرارة الجسم وتبطئ من تبريد الجسم. سادساً، تجنب تناول الأطعمة الساخنة. ينصح الامتناع عن تناول الخضروات والفواكه التي تولد حرارة للجسم، أي تجنب تناول السبانخ، الفلفل الحار، الفجل، البصل، الثوم، الكريب فروت، الأناناس والمانجو. وإذا كنت من عشاق المانجو، يمكنك نقع المانجو طوال الليل في الماء قبل تناوله. سابعاً، تجنب الفواكه المجففة. بالرغم من أن الفواكه المجففة مغذية ولذيذة جداً، إلا أنها تولد حرارة للجسم لأنها مليئة بالسعرات الحرارية، وأنت في فصل الصيف تحتاج إلى تناول الأطعمة الباردة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والتي تساعد في تقليل درجة حرارة الجسم. وبالتالي وجب التفكير في الحد من تناول الفواكه المجففة وزيادة تناول الفواكه الطازجة. ثامناً، شرب عصير الليمون. يعد كل من عصير الليمون، ماء جوز الهند، اللبن من المشروبات الطبيعية التي تساعدك في ترطيب وتبريد الجسم. تاسعاً، تجنب تناول الأطعمة المقلية. بصرف النظر على أن الأطعمة المقلية تعمل على زيادة الكوليسترول الضار في الدم والمؤدي إلى تصلب الشرايين، فإن الأطعمة المقلية أيضا تمتلئ بالدهون والتي لها تأثير حراري على الجسم، لذلك حاول أن تتجنب هذه الأطعمة. عاشرا، تقليل الأطعمة السكرية. تعمل الأطعمة السكرية على زيادة حرارة الجسم، لذلك تجنب العسل ودبس السكر وحاول استبدالها بتناول الفواكه والخضروات. 11، النوم ليلا من 7 إلى 8 ساعات. مع قدوم الصيف نجد أن كثيرا من الناس تسهر لساعات متأخرة من الليل وتنام طيلة النهار،
وهذا طبعا خطأ كبير لما يتم من خلاله بالتلاعب بالساعة البيولوجية في جسم الإنسان. ومن المعروف أن معدلات حرق الجسم في الليل تنخفض كثيرا عما هو في النهار، مما يجعلك عند تناول أي وجبة بالليل تكتسب كل سعراتها الحرارية بعكس ما يحدث في النهار. ولذلك يجب النوم يوميا على الأقل من 7 إلى 8 ساعات ليلا، 12 فترات بين الوجبات من 5 إلى 6 ساعات. يجب أن يترك بين الوجبة والأخرى عدد من الساعات بين الوجبات، وهو ما لا يقل عن 6 ساعات لتضمن استفادة الجسم من الأكل، وكذلك لضمان عدم اكتساب المزيد من السعرات الحرارية خلال اليوم. فدائما اترك فترة بين الوجبة والأخرى، وإذا شعرت بالجوع خلال مدة 6 ساعات يمكنك أخذ ثمرة فاكهة أو ثمرتين، وكذلك يمكنك شرب العصير الخالي من السكريات، وأيضا هناك بدائل أخرى كشرب المشروبات والعصائر الطبيعية. إذا أعجبتم بمحتوى المقطع فعبروا عن حبكم بالضغط على زر إعجاب، وقوموا بالاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل ما هو مفيد.